حالة توقف قصوى في مدريد وفوضى بسبب الأمطار في أسبانيا بعد أن ضربت رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة سواحل أسبانيا على المتوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن أمرت السلطات الأسبانية نحو 10,000 شخص في شرق أسبانيا بعدم مغادرة منازلهم بسبب المخاطر التي تشكلها العواصف مع حالة التتابع القصوى بسبب خطر الفيضانات جراء العواصف التي تضرب البلاد. كما نصحت السلطات سكان البلدة بالصعود إلى الأماكن المرتفعة بعد أن بلغت 220 لترا لكل متر مربع في بلدة القنار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية وكرات البرد الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح القوية. كما تم تعليق خدمات القطارات بين فالنسيا وبرشلونة وتسببت في أضرار جسيمة وتعطيل الملاحة الجوية، ووصلت سرعة الرياح إلى 125 كيلومترا في الساعة. وتم إلغاء 17 رحلة جوية، وسيكون أكثر من 25 مليون شخص في مرمى العواصف الرعدية الشديدة والبرد المدمر والأعاصير القوية. وتعطلت وسائل النقل أثر موجة برد شديدة ضربت المدينة، وكان حجم البرد بأحجام غير مسبوقة. ومن المتوقع استمرار موجة البرد الشديدة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تدني الرؤية الأفقية، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي، ومددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى نهاية الأسبوع. De inflables per banyar-se i tot.
mira el suelto, la catástrofe que está pasando aquí. Mira. Mira mi casa. وغمرت المياه المحلات التجارية وجرفت العديد من السيارات، كما تم انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في المدينة، وتم إنقاذ بعض المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في سياراتهم من قبل فرق الإنقاذ، كما تسببت في قطع الطرقات بسائقي الحافلات بعدما زادت الفيضانات والسيول بسبب هطول الأمطار المستمر. ودعت الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر من الآثار المحتملة مثل الصواعق والفيضانات والسيول والأماكن المنخفضة. Empezar a venir coches, pero ya. Ay, que se cae el señor, se cayó.